برنامج حساب المواطن يعتبر من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها. وفقا لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن، ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائيا وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقدا عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس المواطن. وبحسب البرنامج التعريفي لبرنامج حساب المواطن الذي عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا، فإن تسجيل المواطنين في حساب المواطن سيكون متاحا بدءا من الأول من فبراير المقبل. الجدير ذكره أن الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء والأرمل أو الأرملة والمطلق أو المطلقة والذي يسكن في سكن مستقل عن سكن رب الأسرة وليس لديه تابعون أو معالون.